Thank you.
راك مبلوكيني في التليفون. الله يبارك فيك. انا نجبد لك دابا ما عندي نمره واحده. شحال هذه؟ ويا اللي باقى عندي 12 عام. عطينا كلمة بمناسبة يعني مركز إصلاح وتهذيب أسوة. الله يطلق صراحة جميع النزلاء اللي كاينين هنا، بغينا نشوفوهم كيدعموا بالحرية كاملين، لأن يعني هاد الشباب الطاقة الشابة المكان ديالها هي برا، المكان ديالها هي أنها تكون تساهم في التنمية ديال هاد البلاد. هاد المبادرة كنشكر عليها المؤسسة، كنشكر عليها ايضا هذه المؤسسه الاصلاحيه، لانها واحد الوسيله من وسائل ادماج وزارة الرياضه، وسيله ونتمنى اننا نشوف من هنا طاقات واعده فرق كبرى. شكرا لكم على المبادره. جينا مع قدماء اللاعبين الدوليين برياضة وصداقة برئاسة السيد سعيد بن منصور، وحنا جيت مسرورين باش نكونوا مع هاد أبناء المستقبل إن شاء الله بإذن الله.
وهذه مولدة المستقبل، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يفرج عليهم فعما قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بغيت نسولك واحد السؤال، بغيت نعرف الاحساس ديالك بهذاك الهدف ديال اللي على الفريق اللي فيه الكول، هذاك بغيت نعرف الشعور ديالك اثناء هذاك النهار، كيفاش ما كيجي هذاك الهدف، وكيفاش هذاك الهدف في ذاك التوقيت بالضبط؟ الشعور كاين يعني ملي كتسجل واحد الهدف في مقابله كبيره كتحس بواحد الاحساس رائع. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد الوداد ديالنا اللي كاينين هنا اللي كنشوف فيهم يخرجوا منهم يعني رياضيين كبار، لاعبين اللي عطاو الكره المغربيه كثير، يعني نشوف مشوار صحيح حتى يوصلوا للفريق الوطني ان شاء الله باذن الله. والحارس ساعد رعاية الصدام الجديدة لهجماته المنتج الفريق الأزرق، ما زلنا نعيش على البياض صفر لاثنين في كل شبكة. كرة الفريق الأزرق ومقطوعة في لعب الفريق الأحمر لخارج أرضه. غادي نوجد كلمه بمناسبه هذا اليوم الرياضي رئيس جمعيه البيت الاحمر. شكرا خدماء لاعبي الوداد الرياضي وخدماء اللاعبين نادي الرجاء الرياضي وجمعيات وداديه ورجاويه، كلنا معكم ان شاء الله بحول الله. الله يسلمك كامل ان شاء الله بحول الله. الله يستر لكم، الله يعاونكم الخوت، راه وليداتنا انتوما ان شاء الله نتمنوا تكون اخر مره هي هذه ان شاء الله بحول الله، راه انتوما هو المستقبل ديال الغد ان شاء الله بحول الله. وحنا كجماهير وحنا كجمعيات راه جينا غنساندوكم، حنا ديما وراكم ان شاء الله بحول الله. شكرا. تبدا من جديد فريق مركز الاصلاح. اي تغيبه تقنيه في هذا اللحظه. مباراة جميلة، مفاجآت في انتظار جميع النزلاء ان شاء الله في هذا اليوم. نعود لاجواء المباراة، الكرة في وسط الميدان، سلوان كيمرر بجديد عند ياسين اش كيدير الكرة، يرويد ويتيريت كرة من جديد، هجمة تمنى من الخلف، وكذلك الممثلين الحاضرين على اليوم الرياضي. اليوم شهد العديد من الانشطه الرياضيه لساحه الفسحه، طبعا كره السله وكره العين وكره القدم، اللي كانت مباراه شيقه لا ما بين الاشبال ولا ما بين الموظفين والقدماء ديال الصحفيين واللاعبين الرياضيين. اللحظه غادي نستقبلوا مجموعه ديال البناء التابعه للمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير اللي بغات تشارك في اليوم الرياضي فقرات موسيقية من تنظيم ديالهم، فيتفضلوا مشهورين. Yeah.
تحية لسي جي التي أبت إلى تشارك الوزراء. شكرا جزيلا لكم. أدعوكم إلى بالمؤسساتي في المؤسساتي من إعداد الأستاذة يشمل مجموعة من الأنشطة التي عرفتها المؤسسة خلال سنة 2024. لكم منا الألف تحية والأستاذة. شكرا لطاقم المصاحبة لإعادة الإدماج. شكرا للسي خالد المديري الذي بذل مجهودا كبيرا لإنجاح هذا العرس الرياضي. المؤسسة مفتوحة في وجه الإدماج. ونمر إلى التكريم الثاني الذي شاركنا هذا اليوم ممثلا عن فريق النادي الرجاء الرياضي البيضاوي الأستاذ عبد الكريم بوشا. فليتفضل مشكورا له الأستاذ عسل الدهلي مدير مركز إصلاح الشاذين. شكرا لفريق الرجاء البيضاوي شكرا لفريق الوداد البيضاوي وشكرا لأشكال الوداد البيضاوي لشرف هذا اليوم. شكرا للسي عبد الكريم مشتاق. التكريم الثالث من نصيب الأستاذ شرف منصور عن الرجاء الرياضي البيضاوي. فليتفضل مشكور بشرف. وشكرا كذلك لفعاليات الرجاء البيضاوي واشبالا وقدماء. وهنيئا لهم بالبطوله. هنيئا لهم بالبطوله الثانويه سنه 2024. هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي الذي حصل على هذه البطوله دون انهزام. وقال لي ماشي رياضي هكذا مرة كنسمع شي حاجة. ونمر إلى التكريم الثالث من نصيب الفنان والممثل الفنانين الحاضر معنا الأستاذ طابة هريلي. فليتفضل مشكورا والشكر كذلك لهم على حضورهم في هذه المناسبة الرياضية. شكرا للطابة، شكرا للفنانين، شكرا للصحفيين، شكرا لكم على هذه التغطية اليوم، شكرا لكم، شكر موصول. نمر إلى التكريم الثالث والذي أبى السيد مدير مدير المدرسة العليا للتسيير وتجارة التسيير منتج إلى أن يشاركنا كذلك في هذا الحفل. فلتتفضل أو ليتفضل سيد ممثل لنتج مشكورا. وتحياتنا كذلك لهذه الفرقة الموسيقية التي شاركتنا هذا اليوم. نطلب منكم عن طريق وتوجيه سلامنا إلى السيد المدير الذي شاركنا ويشاركنا دائما. السيد قباش يشاركنا دائما في احتفالات هذه المؤسسة موظفين ونزلاء. شكرا للفرقة الموسيقية. حق موفق للطلبة ونهاية الموسم الجامعي. لك الموسم الجامعي إذا حد شارك إذن شكرا لفريق الوداد وفريق الرجاء الذي شاركنا هذا اليوم. شكرا لكم على تذكار كذلك للموظفين عضو عامل لهذه المؤسسة التي